سلام البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بصحه جيده. وانتم كتشاهدوا معايا هذا الفيديو، الى اول مره كتشوفوا القناه ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد كنزلو. وكيف العاده شجعوني بلي لايك والتعليق ديالكم. اليوم جيت لكم فيديو جديده، غادي ندير الرفيسه ولا التريد المهم بالمسمن، وجيت نشارك معكم هاد الوصفه. غادي ندير المسمن بالدقيق الكامل كومبلي، وقلت نشاركو معكم علاش لا. نخليكم دابا مع المقادير. غادي ندير جوج زلايف ديال الدقيق الكامل، غادي نغربلو، وغادي ندير زلافه ديال دقيق الطحين. هانتوما شفتو غربلتو، غادي نزيد ليه دابا هادو جوج زلايف ديال الكومبلي. غادي نضيف ليهم زلافات ديال الفورص. الملحه هي ديال السكر ثاني داخل شويه، واحد راس معلقه ديال الخميره. هذه اختياريه، الا كنتو دايرين كميه كبيره ما ديروش الخميره. انا هنا حيت غندير غير كميه صغيره، فغادي ندير واحد شويه ديال الخميره. هاي العجينة ديالي بعد ما تعجنات، غادي نجيب شويه ديال الزيت. ها هما كيف المسمن العادي ديال التريد، درتهم كويرات وغادي نخليهم دابا يرتاحوا مزيان. العجينه الا ارتاحت مزيان غادي تجينا سهله في الطرق ديالها، وديك الساعه نتلاقاو باش نورقوا العجين. الدجاج مع الزيت والعطريه، ومهم العطريه راه معروفه، والبصله والثومه والربيع. الربيع الا بغيتو قزبر ومعدنوس، الا بغيتو ديروه ربيطه من الاحسن. انا كيعجبني يكون هكا في المرقه. ودابا غادي نضيف العدس، نقيته وغسلته، غادي نعمر عليه بالماء. ونغلق عليه الكوكوت باش يطيب ليا.
نتلاقاو من بعد ما يطيب العدس ونوريكم المرحله المواليه. انتم شفتوا طابلينا العدس وطاب الدجاج. دابا غادي نضيف معلقه كبيره ديال السمن ديالنا. دابا غادي نديرو فواحد نديرو في كسكاس ونفورو شويه باش كيزيد يرطب. هو راه ما قاصحش ولكن غير باش يزيد يرطب. نديرو واحد شويه الفور واحد 10 دقائق تقريبا.